ثانك يو ميس. استاذ ضياء، مساء الخير. هذه جائزة مغايرة كليا عما سمعناه قبل ساعة ساعتين من الكلام عن العمارة. هذه جائزة ترتبط بحياة الناس يوميا. عندما أخبرني الصديق أحمد بتسمية الجائزة باسمي، أشعر أن هذا تكريم وشرف أعتز به. آمل أن نتمكن كلانا من تعزيز القيم الثقافية والفنية في مجتمعنا، وأن نغني الذاكرة الجماعية بضرورة أن تكون الأعمال الفنية الموجودة في مدننا ذات علاقة بثقافتنا وتاريخنا. فبغداد لن تكون نيويورك، ومسقط لن تكون هونغ كونغ. هذه مدن لها تاريخ عريق في الإبداع، لها تقاليد في العمارة والثقافة والفن تعتز بها. إن كان هناك حاجة للتحديث هنا وهناك، هذا لا يعني عدم احترام هذه التقاليد التاريخية. سررت جدا عندما علمت أن الفائز بالجائزة بالدورة الأولى ظاهرة فنية جديدة في العراق، ظاهرة ولدت من رحم انتفاضة شعبية راح ضحيتها أكثر من 700 شهيد بعمر زهور، ومئات من المعتقلين المعاقين والمغيبين. أحد الفاسدين سمى هذه المجموعة بأولاد السفارات، تهمة تلحق بشباب شجعان وصادقين ومخلصين للعراق. من المدهش حقا من متابعتي لهذه المجموعة من بعيد، كيف تمكن مجموعة من الشابات والشباب لا يعرف بعضهم بعضا، جاءوا من مناطق مختلفة من بغداد ومن المحافظات، من تكوين خلية عمل مشتركة فعالة في تقديم الخدمات للمنتفضين وتوثيق أحداث الانتفاضة يوما بعد يوم، وكذلك استخدام الفن الجداري كوسيلة احتجاج سلمية ضد حكومة طائفية فاسدة لم تقدم الخدمات للمجتمع. من مسقط، من هذا الجمع الجميل، أرسل تحياتي لكل الشباب الذين ساهموا في إنجاز رسوم نفق التحرير والجدران الأخرى. أتمنى لحلمهم بالتغيير أن يكون قريبا. على أرواح شهداء انتفاضة تشرين الرحمة، ولأهلهم السلوان. شكراً.